بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. ما زلنا مع فيديوهات الحمض والأساس. في هذا الفيديو الرابع بإذن الله راح نتعرف على قوة الأحماض والأسس. نبدأ بالحمض القوي. الحمض القوي أسيد فور، الأسيد فور. ما هو الحمض القوي؟ الحمض القوي أعزائي الطلبة هو الحمض الذي يتفكك كليا في الماء، ما يبقى منه والو، كامل يتفكك في الماء. هو ماذا؟ هو الحمض الذي يتفكك كليا، الذي يتفكك كليا في الماء. ها، اذا لاسيد فور، ها لاسيد فور، اسيد نسموه اسيد فور. سي تان اسيد كي رياجي اونتيرمون افيك لو، حيث تكتب معادلة التحول تكتب في جهة واحدة فقط، تكتب في جهة واحدة فقط بهذا الشكل، أي أآش اللي هو الحمض، اللي هو هذا حمض زائد الماء أش دو زو. ممكن هذا الحمض يكون سائل، ممكن يكون غاز. واش تعطينا؟ تكتب في جهة واحدة، تعطينا شاردة الهيدرونيوم أش تروا أو بلوس زائد أ موا، أي الشاردة السالبة. يعني محلول الحمض القوي لا يحتوي إلا، لا يحتوي إلا على الشوارد، أي الشاردة السالبة وشاردة الهيدرونيوم فقط. وهذه ناتجة عن ماذا؟ عن تفكك الحمض في الماء. يعني أن في محلول مائي لحمض قوي لا نجد أي أثر لجزيئات الحمض أش، يعني لا نجد أي أثر لجزيئات الحمض هذا. مثال عندنا الأسيال. الأسيال هو حمض قوي وهو غاز، زائد الماء الأش دو زو. ما كان نديرو له آل لأنه نعرفه باللي الماء سائل، لأن المحلول، تعطينا شاردة الهيدرونيوم أش تروا أو بلوس زائد الشاردة السالبة سي أل موا، لهذو نقدروا نديرو لهم لأنه محلول وهذا محلول، هذا كامل محلول حمضي، يعني هذا كامل محلول حمضي. مثلا لاسيد نيتريك، حمض النيتريك عندنا اش ان او 3 اللي هو سائل، سائل زائد الماء، زائد الماء واش يعطينا؟ يعطينا، وقلنا باللي المعادلة التحول تكتب في جهة واحدة، يعني في فليشة واحدة منا، يعني اش 3 اي شاردة الهيدرونيوم زائد الشاردة السالبة NO 3 موا، صح. هذا بالنسبة لمن؟ للحمض القوي. شفنا الحمض القوي، إذا ما هو الحمض الضعيف؟ ما هو الحمض الضعيف؟ الحمض الضعيف هو الحمض الذي لا يتفكك كليا في الماء، الذي لا يتفكك كليا في الماء. القوي قلنا هو الحمض الذي يتفكك كليا في الماء، أما الحمض القوي أي هو الحمض الضعيف، هو الحمض الذي لا يتفكك، لا يتفكك كليا في الماء، في الماء. إذن سيتا ناسيد فابل،
c'est un acide faible, c'est un acide dont la réaction sur l'eau n'est pas totale. La réaction sur l'eau n'est pas totale. حيث تكتب معادلة التحول في اتجاهين على الشكل التالي. تكتب معادلة التحول في اتجاهين. ها لاحظ تكتب هكذا في اتجاهين. ها أو كانوا يديروا تساوي. ها كانوا يديروا في عوض يديروا هذا يديروا تساوي. لا في الاتجاهين يعوضها بتساوي. تعطينا شاردة الأمونياك، عفوا شاردة الهيدرونيوم زائد شاردة السالب. يعني محلول الحمض الضعيف يحتوي على ماذا؟ يحتوي على الشاردة السالبة هذه، ويحتوي على شاردة الهيدرونيوم، ويحتوي على الجزيئات الحمض لأن هذا حمض، ويحتوي وعلى جزيئات بعض جزيئات الحمض التي لم تتفكك لم تتشرد. فالحمض القوي صبنا يعني يتفكك كليا، صبنا غير هذا الزوج يحتوي إلا على هذه الشوارد. أما الحمض الضعيف يحتوي على الشاردة هذه وشاردة الهيدرونيوم وزيت ثاني بعض جزيئات الحمض التي لم تتفكك. نعطي لك مثال، مثلا حمض الخل أو الحمض الإيثانويك أو أسيد إيثانويك اللي هو CH3COOH. وهذا الحمض هذه تسمى الأحماض العضوية. الأحماض العضوية سنتعرف عليها عندما نصل إلى الدرس أو وحدة الأحماض، وحدة الكيمياء العضوية عفوا. إذا هذا سائل، هذا سائل زائد الماء الأشدوزو. لاحظ تكون تكتب التحول في الجهتين. نقدر نديرو هذا ونقدر نديرو تساوي. يعطينا ماذا؟ تعطينا شاردة CH3COO زائد شاردة الهيدرونيوم التي هي أمامك. صح. إذا لاحظ أننا هنا أعزائي أو لاحظوا أعزائي الطلبة أننا هنا نجد نسبة كبيرة من جزيئات الحمض، نجد نسبة كبيرة من جزيئات الحمض التي لم تتفكك. التي لم تتفكك والسبب هو ضعف الحمض. وهذا المثال يكون على جميع الأحواض، يعني يشمل جميع هذا الحمض اللي هو أمامنا وجميع الأحماض العضوية، جميع الأحماض العضوية التي تكتب على الشكل هذا اللي هو RCOOH. كنا شفناها في الفيديو اللي مسبق أي الأحماض العضوية. الآن نشوف الأساس القوي. الأساس القوي بالفرنسي يسموها la base forte. forte لاحظ forte avec e parce que base la base la base لكن أسيد نكتبو أسيد فور avec T. إذن هنا فيمينا هنا ماسكولا. un أسيد une base une base forte un أسيد فور. صح. إذا بالنسبة للأساس القوي، ما هو الأساس القوي؟ الأساس القوي هو الأساس الذي يتفاعل كليا مع الماء. لكن لو تعمقنا كثيرا، يعني عندما تطلعوا في المستويات الثالثة ثانوي إلى الجامعة تتعمقوا كثيرا، يصبح هذا التعريف اللي قلته يصبح يعني غير صالح للأساس القوي، لأنهم هناك ترابط كبير بين الشاردة الموجبة والشاردة السالبة في الأساس القوي.
يعني كي تتعمقوا في الكيمياء إن شاء الله ثالثة ثانوي في الجامعة سيصبح هناك تعريف آخر. إذن نحن نكتفي في هذا المستوى اللي رانا فيه بهذا التعريف. إذن هو الأساس، هو الأساس الذي يتفاعل، الذي يتفاعل كليا مع الماء، كليا مع الماء، يعني c'est une base qui réagit totalement avec l'eau. نشوفوا مثال، مثلا هيدروكسيد صوديوم، هيدروكسيد الصوديوم الاناواش، الاناواش هذا اساس قوي، كنا شفنا هذا المثال سابقا، يعني زائد كي نزيدوه للماء واش يعطينا؟ يعطينا شاردة صوديوم ان ا زائد الاو اش موان، تعطينا شاردة صوديوم زائد الاو اش مو اللي هي شاردة الهيدروكسيد، تعطينا شاردة الهيدروكسيد، كنا شفناها من قبل صح. عندنا كذلك كنا شفنا في الفيديوهات السابقة الكاواش، هيدروكسيد دو بوتاسيوم، لاحظ وين كان او اش؟ هيدروكسيد صوديوم، هيدروكسيد بوتاسيوم زائد اش دو زو، واش تعطينا؟ تعطينا والمعادلة تكتب في جهة واحدة، تعطينا شاردة البوتاسيوم زائد شاردة الهيدروكسيد. ها داير الاسم، الاسم تاعها هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد البوتاسيوم. عندنا مثلا الشاردة التالية سي دو اش 5 او موان اللي هي محلول زائد الاش دو زو، واش تعطينا؟ تعطينا الاسيتون اللي هو الصيغه تاعو سي دو اش 5 سي او اش، يعني الاحماض العضويه، هذا كذلك حمض عضوي زائد او اش موان. هذه كانت تسيبوها كاتبين اش او موان ولا او اش موان سي كيف كيف، ما تخيروش. هذه واش هي؟ هذه الاسيتون، لاسيتون، لاسيتون او بالعربيه ثاني يسموها اسيتون، نفس الشيء هكذا. نشوفوا الان الاساس الضعيف، اي لا باز، باز فابل، فابل ما هو التعريف تاعها؟ أساس الضعيف هو الأساس الذي يتشرد جزئيا في الماء، يعني لا يتفكك كليا، ما يتفككش كليا، يبقى منه، هو الأساس الذي يتشرد جزئيا في الماء. دونك c'est une base dont la réaction sur l'eau n'est pas totale. إذن والمعادلة تاعها تكتب بالشكل التالي، أي ب الأساس زائد الماء، تعطينا أي تكتب في الجهتين، تكتب في الجهتين ب اش بلس زائد او اش موان. مثال نشوفو غاز النشادر لامونياك، الان اش 3 سمو لامونياك سي تان غاز، كي نزيدو له الماء الاش 2 زو واش يعطينا؟ يعطينا هذا اساس ضعيف، يعطينا الان اش 4 بلس زائد الاو اش اللي هي شاردة الهيدروكسيد، او اش موان، او اش موان شاردة الهيدروكسيد. يعني هنا في محلول غاز النشادر واش نجد؟ ما هي الانواع الكيميائية التي نجدها في هذا المحلول؟ في محلول غاز النشادر نجد شاردة الهيدروكسيد، ونجد
شاردة الآن أشكات موا بلوس عفوا كما أننا كذلك نجد نسبة كبيرة من جزيئات الآن أشطروا نجد نسبة كبيرة من جزيئات الآن أشطروا التي لم تتفكك. أعزائي الطلبة قبل ما نغادر الفيديو عندي ملاحظة. لاحظوا مليح، بما أن الآن أش طروا أساس ضعيف، أساس ضعيف، إذن الشاردة آن أش كات بلوس فهي حمض ضعيف، حمض ضعيف. انتبه، لأننا لو درنا آن أش كات بلوس بلوس نزيدو له الماء حمض ضعيف، واش يعطينا؟ يعطينا آن أش تروى، يعطينا الأساس الضعيف زائد شريدة الهيدرون. كذلك بما أن السي أش الحمض العضوي سي أش تروى سي أو أو أش هو حمض ضعيف، حمض ضعيف، إذن الشاردة الشاردة سي أش تروى سي أو أو عفوا مو هذه أساس، هي كذلك أساس ضعيف، أساس ضعيف، كنا درنا المعادلة. إذن الحاجة اللي نشدوها وشن هي؟ أن يعني نشدوها في الأخير وشن هي؟ أن المحاليل الحمضية تتميز بشاردة الهيدرونيوم، محاليل الحمضية تتميز بشاردة الهيدرونيوم، والمحاليل الأساسية تتميز بشاردة الهيدروكسيد. أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في الفيديو الخامس، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.